السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من بانر لورد. قبل لا نبتدي بشكل سريع عندي شغلتين. الشغلة الأولى، شكرا على تفاعلكم في هذه السلسلة، كومنتاتكم ولايكاتكم، يشهد الله أن كومنتاتكم هذه كلها تسعدني وتحفزني للاستمرار. الشغلة الثانية بما يخص هذه السلسلة، أنا حاليا ركبت مود وراح نشوفه إن شاء الله، اللي هو قطع الروس. أول كذا كنت أضرب بالسيف على ظهره، تشوفه يقول كذا، يعني تحس أن السيف جالس داعبة فيه. فان شاء الله باذن الله ان هالمره نشوف روس تطير. الشغله الثانيه، السلسله هذه ما ودي اكرر فيها، فاللي بسويه اني بتجاوز شغلات كثير بحيث انه يكون في انجاز في السلسله، لان اللعبه هذه تتطلب وقت صراحه. فالامور اللي تتكرر كثير يوم حار ليس كذلك، لا تتعب نفسك بالقتال، اعطنا ما نريد السلسله تترك. حار ولا ما هو بحار، ايش القردنه الوسخه هذه؟ حاربني ان كنت تجرب. حلو، الحين بجرب المود، ابغى اشوف راس الحلو هذا يطير. اذا ايش؟ سننطخ الرمال بدمك. يمه تعال يا حبيبي، محاولة الابتعاد الحين، فتح لي محاولة الابتعاد. يا اخي الله يهديهم، والله ما خلوني اعطيكم المقدمة. المهم انه يا شباب اللي سويته انا، لعبت تقريبا 4 بطولات، فزت ب4 بطولات حتى اني اقدر انجز في السلسلة. شوفوا هذه اللي هو اسس عشيرتك، طالب مني 2000 دينار جبناها، وحجم قواتك 10 من 20، 10 بجندهم بسرعة فهذا اعتبره مخلص، و49 الشهرة من 50. الشهرة هذه كنت اعاني فيها تتجمع صراحة بصعوبة، يعني مثل انك تدخل بطولة ممكن يزيدك شيء بسيط، تجي تنهب مثل هذا لا يزيدك شيء بسيط. ف تميت قاتل واختصرت امور كثير. عندي باقي الاخير استئجار رفيق واحد، صراحه هذا الرفيق ما فهمت وشو يا رفيق، فكتبت في جوجل كذا طلع اساميهم، اللي هو المشن هذا فايند كومبانيون، كومبانيون هذا تلقاهم في الحانات اللي هم الرفقاء. فباذن الله بنروح الحانه ونستاجرنا واحد خوي. طبعا مثل ما تلاحظون انا جيت منطقه العرب حاليا بسبب الشغلتين. الشغله الاولى ودي اخلص مشنات، شفتوني في الحلقه الاخيره هذيك جيت بخلص مشن يعطيني حركه راسه هذاك الاهبل، فقلت بلاها ليش اخلص مشانات عند هذا الوسخين، خلنا بروح عند العرب. وقلت بما اني اصلا راح انضم الجيش العرب والعربان، فليش ما اخلص مشاناتهم واقدر اشتري لي محل بكره عندهم، يعني العلاقه تكون ممتازه. وفي نفس الوقت يوم اخلص مشانات عندهم يزيد حبهم لي، فيعطوني قوات قويه اقدر ادربها. راح تشوفون هذا بعد شوي. خلنا نخلص هذا، معليش طولت المقدمه، هذا اللي ما وده يطول المقدمه. جبت لي 2 ارشر واللي هم رماته اسهم، ايوه 2 و2 هذا لكروس بو. فدقيقة هذولاك مستعجلين، خرب بيتهم كثير، ليه ما يوقف الوقت؟ عز الله متنا يا ولد، ماتوا جماعتي الخيال. كفو نشهد، كفو والله، طير واحد. اوه الرماح، شفتوا كيف الرمح؟ والله كفو، انسحبوا هذا اسير عندنا. اول حرب في الصحراء، بس حرب يعني صغيرة، ممكن تصيد لهم هذا، لا او ممكن ايش ازيد الضرب عندي او مهارة الضرب، استغل السيف ما ادري فاسه. هذا ما مات، خرب بيتك. وات وي نيد تو كولكت نسيري فايلز. افا هذا بسبب المود اللي ضفته يا شباب. يوم جيت عن ضربة قطع الروس راسه كان بيطير، فاللعبة كذا جاها صداع، عرفت؟ هذا مشكلة اللعبة، انه لازم فيه اصدار نفس اصدار المود بالضبط، وراعي المود هذا للأسف ما حدثه. انا العب في 1.6 وهو اصداره 1.1. طيب يا شباب ما علينا، اصلا انا بديت التخزينة من هنا على اساس ان نهجم على المخبأ ونفضي المكان منه، او نبدأ ننظف مملكتنا الجديدة اللي هو مملكة العرب، على اساس ان عندي مملكة قديمة. ممكن يا اخي اجي افكر لو كلمت هذا لاقترب من البوابات طلب الدخول الى القلعة، عاد فيها يرفضون بعد انتظار قصير. اسمحوا لنا، اوكي الحمد لله. اذهب الى اللوردات، قاعة اللوردات، ممكن احصل احد، خلنا نشوف. ما شاء الله تبارك الله، فيه ثيقة هنا، هذه شخصية المهمة. من هذا الثيقة؟ تحدث. السلام عليكم ايها القريب، ما اسمك؟ انا وانت ومن انت؟ انا ثيقة من بنو رويد، عشيرة من، خلنا نقول من العرب، ما بقول اسيراي. والله نعم يا ثيقة، عندها مهارة ركوب الخيل وعندها الجاذبية اكيد. والله الجاذبية، والستيورد عندها 64، جميل. طيب هل يمكنك اخباري باي شيء عن معركة مندرك؟ لم اكن هناك. اعرف ان لدى ادرم بعض الافكار حول هذا الموضوع. ادرم من هو هذا ادرم؟ مشهور بكونه يقظ حريص على مكافأة التابعين المخلصين، هذا اللي بنشتغل عنده بس، نحط له فيفرت. ما شاء الله تبارك الله، القتال 150 بيد واحدة وركوب الخيل ومهارات طيبة. تعال هذه مهاراتها كيف اللي قبل شوي، ممكن نعرس عليها ولا شيء. ادرم شافوه اخر مرة في حصن الفلق اليوم، هذا المشن الرئيسي اللي هو جالسين نستكشف عنه ولازم نسأل 10 لوردات عنه. المهم هناك شيء ود مناقشته بعدين الزواج بعدين ان شاء الله. هل تتم بتمضية الوقت في لعبة سيجا؟ ممكن نلعب معها لعبة سيجا.
والله انا مشغول يا شباب، ودي اخلص السلسلة بسرعة، بس تعرفون يعني نطلع فوق نلعب سيجا. اوكي، ونقول بسم الله نجلس. جالسة ترمي في ذا الاخضر. اوكي، هذا نفس نظام الظاهر الشطرنج وكذا. ممكن يشرح لنا؟ اسر ما اسر وفوز، ممكن نلعبها بعدين. معليش يا ثيقة، والله عندي امور. هذه شغلة جديدة تلوموني، للأسف ما حصلنا الورد هنا أو أحد يشتكي لنا، لكن هنا يقول لك عند المرور بأحد الأودية ترى ما يشبه بئر مموهة للاستفادة من المياه الجوفية التي خلفتها الأمطار النادرة. ترى الرجال المسلحين يتحركون بينما تستمع لهم بهدوء، تسمع قصصات من المحادثات حول المداهمات والفدية وأفضل الأماكن مهاجمة المسافرين. انتظر حتى حلول الظلام لنصب الكمين. كم مننا حنا؟ مننا 10 حلوين. بعد انتظار الفترة من الوقت تجد فرصة جيدة للإغلاق دون أن يتم اكتشافك تحت كنف الليل. هم السارقين وحنا نهاجمهم في الليل. هذا جيش يا شباب، اللي هو عبارة عن 2 آرشر و2 كروسبو و5 من الشزم هذا الحلوين بالسيوف. طبعا واحد منهم كان سارق بس جندته. الحلو في الموضوع عرفت كيف يوم أأسر أحد أجنده، أو ممكن نبيع لكن شيء رخيص. فأفضل شيء أنك يا أنك تجنده يا أنك تروح تفديه لأحد المدن اللي يستفيدون منه، يشغلونه في أحد المصانع وكذا ويشترونه منك. هلا بي هلا بي. ممكن نختار بس الأسهم يتقدمون إلى هذا المكان أو يوقفون هنا، والحلوين هذا لا أقول لهم follow me. الأسهم خلهم من بعيد، دعم من بعيد. شوف هذا اكتشفنا، كان مفروض الوضع سنيكي. شوف هذاك نايم هناك، زابلين في الكهوف الحلوين. ها انا اشهد اني جايكم بالجيش. والله ما اشوفه ما اشوفه. هذا يمكن جيشك كثير تصير ما تشوف هذا الوسخين اللي اوف اللي زابرين في الجبال ومسوي لهم بيوت. ما غير امشي احصل لي جثث انا والله. واحلى شيء انه ايش، ما يحتاج افرفر، المكان جدا كبير واسع، فيوم اعطيتهم امر بالهجوم اصير انا الحق وراهم، هم يعرفون اماكن. ممكن اصيد هذا من بعيد. ايوه هذا نفس ايش اسمه، راداغوس ما ادري ايش اسمه هذاك اللي في الحلقه الثانيه. انت لقد عبرت من خلال كثير من الرجال هناك، اللعنه عليك، اللعنه على ابو شكلك يا ابن ماذا عن تسويه هذا واحد الواحد؟ اللعنه هذه تعال. لا مو النشاب يا وصف، انا الرفسه هذه لازم طير راسه هو اللعنه هو. اي ها احد بينزل ثاني. حلوين، جيش مهاجم، امورنا طيبه، ما حد مات، 6 مصابين وعنده 5 اسرى. جميل، اكتسبنا شهره واكتسبنا امور طيبه. وهنا الخيول الغانمة، شيل شيل كلهم سجناها، شيل شيل عشان ما نثقل كثير. بخلي الأربعة هذول 12 من 12 أقدر أشلهم، بس بيصير حمل ثقيل علي. الله يستر. شيل كل الأغراض، ودي أثبت الأكل مع أكل شغلات مهمة، سمك، زيتون، حبوب، بحيث أني ما أبيعها بالغلط، والشغلات الجميلة هذه بحيث لو دخلنا عند أي تاجر ولا شيء على طول نعطيها طق. سيل أول، إعطاء الكل. وات ذا 4500 كراك جريد، ايش هذا؟ اقوى سلاح في اللعبه ولا ايش؟ ايش السلاح ب 4500 يا شباب؟ اقسم بال ايش 19000، في شيء غلط. يوم جبته معي صار ب 19000 سعره. هذا عددهم ولا سعر؟ انا سطلت يا شباب. عددهم 5 ثروينج. للاسف ما اقدر اعطيهم سجناء، لازم اشوف القرى الكبيره مثل اسكر. اسكر واضح من اسمها والله. ممكن القرى هذه اللي في الطريق نجي عند الشخصيات اللي فيها، ممكن ندخل نفرفر داخل ونحصل الشخصيات، ومن هنا اسهل انك تيجي. شوف هذا مثلا كلمته من قبل في علاقتي معه 2، ولكن اذا خلصت معه مشنات راح تزيد علاقتي معه ويسمح لي بتجنيد قوات مثل هذا. شوف هنا كاتب لي ليس لديك علاقه عاليه بما يكفي الحصول على هذه القوات، تشتريها متطورين على طول. وصلنا الى اسكر نسكر. شوف انتقل الى الحانه الحين بنحصل مين. اول شيء فديه سجنائك، مش كلهم، اريد اختار المراد بيعهم. اول شيء قبل لا نفديهم طبعا الكل هنا راح يجيبون لي 500. حلو والله، جيت اتاكد يا شباب والله من جد الجريد هذا ينباع ب 4500. لقطه لقطه حصلت لي لقطه حلوه من قطاعين طرق عاديين ترى.
حلوين. هنا عندنا أروى، نشوف أروى نتحدث معها. حسنا الآن أيها القريب، السلام عليكم، ما اسمك؟ أنا وانتد، تاجرة في هذا المكان. أعرف اسمك، سمعت أنك قبضت مؤخرا على بعض اللصوص. يا سلام، شوف السمعة كيف توصل عند العرب. بالحديث بصفتي تاجرا فإننا نقدر أي جهود لجعل الطرق أكثر أمانا. أكيد تجار. المهم إيش المساعدة اللي تحتاجينها؟ بلا على الله أبو جدك. حتى أنت فضايح عند العرب. خلنا بنجند المشكلة. والله يا شباب أنا مش فاهم ليش ما أنا بقادر أجند الحلوين هذا. لا after this prisoner gains 719. حلوين، لازم تأسرهم فترة لين ما يتأدبون يصيرون عندك، مش على طول كذا سجين ويلا تعال أمسك سيف ومن جيشي، فهمت؟ الامتثال الحالي للسجين بعدين أقدر. هذا أوكي، هذا ممكن وهذا ممكن. ها زدنا اثنين. والله يا أروى ودنا نخدمك يعني. طيب نشوف اللي بعده. بيسن دولا، ها يا دولا تحدث. طيب بلا يهانة. والله يا شباب قلت حياة يعني كم أنا راح أوصل على 20. شوف هذه قافلة كبيرة، تعالي تعالي. شفتوا هذا اللي ماشي قبل شوي؟ شوف بعد ما نشتري منه هل يوجد أي شيء آخر؟ أخبرنا عن رحلاتك. هنا يقول لي سأقدم لك النصيحة، لقد اشتريت التو من أسكر بسعر 17. إيش اشترى؟ بعض التمر بسعر 17 لبيعها في سنالة ب30. طيب تعال يا النصاب تعال. 30 اشتراها ب13 وبيعها بيعليها بكم؟ ب10. خلنا نشارك. كيف اشترتها ب13 تبيعليها ب10 هي النصاب؟ ها ها، من هذا اللي ماشي ب100 جندي يتمشى هنا؟ من هذا؟ تعال تعال تعال، خلنا نتعرف على العرب العربان. لا اعتقد اني اعرفك. السلام عليكم ايها القريب. عليك السلام، من انت؟ انا من بني زلال، شلار اسمه. لا اعتقد ان لدينا اي شجار معك. ابرح اروق، ماشي ب100 جندي. حلوين، شوف هذا اللي قبل شوي 400 وما ادري كم، يمدينا نجنده. جندنا الثاني، يعني هي فترة مسألة وقت اني اصبر عليهم هذولا وبقدر اجندهم. وش اللي بخسره؟ بخسر من هذا. هذا وش هو؟ المعنويات. ليه بخسر المعنويات؟ لاني جنت اشخاص من السجناء، الله العالم. خلاص بطير هذا، بخلي بس الخيالة. شوفوا عندكم حسيدة، هذا الملاك تقريبا او الملاك يمكن مقصود. المهم انه مؤثر، التأثير عنده 183 على هذه المدينة، فالبقية 117 107 161، هذه إفار. فالمهم هذا أقوى واحد، فممكن نخلص له مشنات بحيث أن نقدر نسيطر على هذه المدينة وبتكون لنا كلمة. لو أروح عند التجنيد أكيد، شوف هذا هو فاتح لي خانات كثير من التدريب، وفاتح لي هذا المجند الضرب عنده 100. حلو، بيد واحدة. فلو تلاحظون ما حد غيره إلا هذا، هذا برضو أنا مخلص له مشنات فاتح لي لهذا المستوى، فممكن نجند أسيرة انفنتري مستوى 21. هو هنا حاليا بيتحول إلى فيتران انفنتري، يعني باقي له تطويرة واحدة ويصير أقوى شيء. تمام، جبنا واحد قوي عندنا في الساحة. خلنا نشوف شمسان. يا شمسان وش عندك يا شمسان؟ صديقي قلبي سعيد برؤيتك، حياك الله يا قلبي. وماذا بعد؟ ماذا هناك؟ سمعت انك بحتاج مساعدة. نعم، انا اعمل من الفجر حتى وقت متأخر من الليل، ولكن حتى مع ذلك بالكاد استطيع وضع الخبز على الطاولة، لانني لا استطيع بيع منتجي بسعر عادل. ينص القانون على انه لا يمكنني البيع الا للتجار المحليين وبسعر ثابت ايضا، حتى عندما تكون الاسعار الاخرى مرتفعة ما زلت اقوم بنفس الشيء. طيب ايش تبغى المساعدة؟ اذا كان بامكانك تسليم 6 من الخروف او من الخرفان الى جهة الاتصال الخاصة بي والتي يمكنك العثور عليها في لياكسي، فسيساعدني ذلك على البقاء على قيد الحياة لبعض الوقت. قد يكون التجار في المدينة غاضبون ويتقدمون بشكاوى قانونية بالطبع، لكن نأمل الا نضطر الى التعامل مع هذا الجزء. طيب هذا هو راسه. صراحة ممكن اشتري محله بعدين، كلنا اصطحاب البضاعة الخاصة بك، اشل البضاعة بنفسي، بيعطيني شوية خرفان اوصل اياها هناك. ايش دخل خرفان بالخبز؟ ما ادري، ما فهمت. بس المصيبة وين يا شباب؟ المصيبة في مثل هذا المجنات انك تهرب او تساعد واحد في مدري ايش، هذه تأثر. اذا حد شافك ويقول لك ان صادوك الجماعة او شاف فجأة كذا تخرب الخطة كلها. مثلا في واحد جاني في المجنات يقول لي ابغاك معي حاجة كذا، ما قال لي مسروقة، معي حاجة ما يخصك ببيع لك اياها بسعر رخيص. شوف، يأتي احد التجار في المدينة للحديث وانت تستعد للمقادرة. هذه صادتني، لقد سمعنا شائعات بأنك اشتريت سلعا من شمسان. الله ينكبك يا شمسان. تتطلب قوانيننا أن التجار المقيمين في المدينة فقط هم يمكنهم الشراء. شايفة الخرفان يمشون معي أكيد، يعني شلون ما
لا اريد ان اخالف القانون، يمكنك ان تاخذ البضاعة. والله لا تاخذينها، هذه المدينة لديها قوانين حول التجارة غير مصرح بها. تسليم البضائع لي يعني سلم لي البضائع، هذا مجرد سرقة تحت اقطاع القانون، انا لا اعطيك اي شيء يا حبيبي. يا نبي نضبط العلاقات احنا، هذه هي المكالمة الصحيحة. يبدو انك من النوع المسؤول. انا ما فهمت المقصد. علاقتي زادت من سالب 11، هي نفسها اللي صادتني يعني المرة الماضية بنت الذين، وقلت لها توكلي على الله. تم تقليل علاقتك يا ابوي، اذرف انت يا بريوري مدري ايش اسمه حق العسل هذا الظاهر. فمثل ما قلت لكم يمديكم تجون تتمشون عند هذا مثلا ايفار وتحصلونها زي كذا، هنا قاعة اللوردات، وتتمشى هنا دكان الحداد، مواجهة البحرية، تشوف شغلات والله يا انها مسافات. يقول لك على 100 متر 150 متر الزنزانة، في محلات كثير، بس هذه راح نتجول فيها ان شاء الله بعدين في حلقة ثانية، مش وقتها الحين. تأثيرنا سالب 1 معاها، اوكي ضبطنا، وهذا صفر، وهذا سالب 11 تيناب، ما ادري ايش تبغى تيناب، والله ما ذكر سوينا معها شيء. ما ادري شو وضع مع البنات. المهم جانج نيدس ريكروت، اوكي هذا ممكن يفكنا من السجلان اللي عندنا. السلام عليكم ايها القريب، ما اسمه انا التاس، هناك ما يعرفني بالتاس ذا ماوس، وبالمناسبه هذا مصطلح احترام. ذا ماوس احترام. المهم ايش المساعده اللي تحتاجها يا ساتر؟ اوكي فقد الكثير من البضائع، الظاهر انه يحتاج تعويض ويحتاج من رجال يساعدونه. حلو ريكروت باندت، I'll find you ريكروت. عندي كم واحد تريد؟ You can also send me recruiter trustworth companion. companion هي علينا يا اخي، مفروض اقول له wanted حول المهمة التي كلفتنا. ايوه لقد احضرت. حلو المفروض انه يطلع وارجع ادخل اكلمه. طيب الحين كم اعطيه وكم طالبني؟ شوف هو مسوي لي علامات، هم هذا لا بس البدو متجول. خلني اعطيه 3 من السارقين العاديين هذا لا ونشوف. very good keep searching we still need more، يحتاج اكثر. اوكي طيب ايش رايك تشيل هذا؟ المشكله انا لازم احوله ركروت. طيب شيل هذا الثلاثة بعد. we still need يا ولد، يبي يكون جيش هذا ولا يبي رجال يساعدونه؟ خل هذا يخلصونه وبرجع له بحيث انه يقدر اوظفهم. ممكن نجي عند شو اسمه القرى الصغيرة هذه، ممكن نحصل فيها شخصيات، وممكن نحصل تعال 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 سنالة الكومبانيون. وين الحانة؟ زيارة الحانة. والسلام عليكم، شوف اللحمة اللي معلقة هناك، حلوين، هذه حانتهم. جلسة العربية. الله أكبر عليكم، شمعة وغرف مقسمة خصوصية العوائل، تعرفون يعني. مدير الحانة نسلم عليك، يوم سعيد سيدي، كيف يمكنني مساعدك؟ هل تعرف أي شخص يكون لديه مهمة لشخص مثلي؟ يقول التاس ذا ماوس، أوكي هذا قد كلمناه، بس ممكن أسأله عن أسعار السوق والشائعات وكذا، أو قطاع الطرق وما شابه أماكنهم، لا يعرف أي شيء. أي فضائح جيدة عن النبلاء؟ دعنا نحصل على ثرثرة المجتمع الراقي. يا أخي أريد كومبانيين، وين الكومبانيين اللي يقولون؟ والله ما أدري وشلون ترتيب الكومبانيين، ممكن نكلم واحد واحد. تفرنش ميت شغالة هذه هنا. هل ترغب في تذوق تخصصنا المحلي، كأس من نبيذ كالراديان مع طبق مع شكرا والله، أهم شيء مع التمر. ما في أي أحد هنا في سنالة، لأن ما في أي أحد من المربعات هنا. طيب نشوف جهسم هذه، أو فيه هنا ظاهر، ولا هذا الشخصيات الموجودة الحانة؟ ما في عندكم حانة؟ ما عندهم حانة للأسف. قلعة أقبة فيه موجود هنا سلهانة، أنا وانتد أود أن أدخل. لا لدي اقتراح، أنا أستمع. وش الاقتراح؟ أعطيها فلوس وش تعطيني؟ إقطاعيات ولا سجناء وعناصر دبلوماسية أخرى؟ أوه هبيع لها مثلا إقطاعيات بعدين دبلوماسية وشغلات. هنا نتبادل الأراضي من هذه سلهانة، مشهورة بكونها حذر ولكن جدير بالثقة. أدور كمبانيين، الله يرحم والديك. أوكي هذا من ضمن الأبطال، سنالة ومريت عليها. خلنا نشوف هذه بعدين برجع بعطي السجناء يكونون خلاص تجندوا، وببيعها للشخص اللي موجود هنا. طيب هنا خوياز الحانة، ما شاء الله شخصيات كثير ما عندهم مشنات. ندخل الحانة. ايوه يا طروب، السلام عليكم يا الغريب، على الرغم من انك اذا اقتربت اكثر فقد ألصق سكينا في بطنك، حيث لا يمكن للمرء ان يكون حذرا جدا هذه الايام. اسمي وانتد، سيدي حدثني عن نفسك، دعنا نتخطى المجاملات ونبدأ العمل. جيد جدا، إذن يمكن استخدام شخص مثلك في مجموعتي. أوكي get the outcast، خلنا نشوف إيش الميزات عنده. ركوب الخيل 100 حلو، المهارات التكتيكات عنده كويسة، والقيادة حلو، والقوس التكيف البدني للتصويب مهم فعالية الألفة مع الأقواس.
والله هذا بيفيدني بما ان خطتي ظاهر مع خلينا نشوف يمكن استخدام شخص 2400 لابعاد هذا الوحش عن ظهري. هل تعتقد انه يمكنك ان تدفع لذلك؟ لا استطيع تحمل ذلك الان، ما عندي فلوس 2400، لان حاليا هو مملوك لدى الحان الظاهر هنا ولا شيء، او الشخص هذا اللي وراه وسيط الفديه. صراحه اشخاص كثير هنا، خلينا نشوف هذه ديفن ذا الون. النبيذ هنا مذاقه مثل البول، على كل حال ماذا تريد؟ تخطى مجاملات استخدام شخص مثلك 2500، انا سعري غالي اريد 2500 مقدما ولا فليس الذي هناك سوق قوس. والكشافة، الكشافة مفيدة جدا صراحة، اريد كشافة بحيث اني يوم امشي في الماء بقدر اشوف البلاوي حواليني. رحمه قاسي بساله جرأة وشرف صادقة. يا ديفن نسوي لها فيفرت. لا استطيع تحمل ذلك الان. خلينا نشوفهم برا هنا اسهل. ديفن ذا الون هذه اللي كلمتها، اوه هذه 365، مع ذلك ساحتاج دقيقة. والله ابشر بالديون يا رخصة، ظاهر انه ما عندها 120 حلو، 140 نشابة حلو، يا سلام، والله ما يبالها تفكير هذا، 365 شيل. انضم الى مجموعتي، بيدال تريد ان اقتل من اجلك؟ قدم لي عرضا، كم؟ 500، 500 ايش عندك انت؟ عنده احتيال والرماح، اوه كل شيء احمر، سخاء وشرف، كل شيء ولا اي شيء، ما انا بعدي من الشرف مثلك، يجب ان اقادر الان. كول ايرون بيلي. السلام عليك، ما اسمك؟ يعطيني سالفة طويلة جدا. 701 ايش تقدم؟ اوكي العاب القوة، يد واحدة، الرمح. يا اخي جاني في الكومنتات واحد ينصحني يقول لي هات لك حداد احسن. كاو ثيف سارق البقر، هذا رخيص بس يعطينا بيدين والقوس والكشافة. الكشافة اخذنا واحد، وهذا الاحتيال، ميزة الاحتيال، ما نبي احتيال يا اخي. 496 ثبل. مهاراته شوي صراحة، باخذ ابو 2000 وشي. خلنا نخلص المشن هذاك وبرجع له ابو شنب اللي هو هذا اوتكاست. طيب يا شباب بعت شوية غريضات معي، مبلغ حلو صراحة جاني 2200، فيمدينا نجيب الوحش اول شخص تقريبا اكلمه. تعال يا اوتكاست تعال، مهاراته حلوة، عنده تكتيكات، عنده قيادة، عنده قوس وركوب الخيل، وبيد واحدة القتال. حلو يعني، حتى لو اعطانا خيل امورة طيبة. كريم سخاء ومراوغ 2400، ان شاء الله انك تستاهل. انضم الى المجموعة، جبنا لنا 2، فكذا خلصنا الكويست تقريبا. الاساسي باقي بس اوظف 8 واجيب لي 1000، بسيطة. احلى شيء يا شباب ان لو كان في جيش ثاني جنبك ممكن يشاركون معك في القتال. شوف هذا مادوان بارتي يشارك معي القتال ضد شو اسمه قطعين الطرق، وهذا شيء رهيب يعني. شوف هذا من عشيرة قلمان، مهارات ما شاء الله تبارك الله، يا ريت اقدر اجيبه مع شو اسمه الكومبانيون. شوف عزيز المشاهد واستمتع الجيش اللي بعد شوي عشان تكون عندك نظرة. طبعا اعطي جيشي اتاك مع الحلوين. شوف 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 الجيش، تخيل هذا جيشي. يوه ضد من؟ ضد 14 واحد، فهذا اللي نشوفهم الخريطة كذا بالاعداد تحصلهم زي كذا يمشون، شيء رهيب. مدري اذا كان جيشي من بعيد بينحسب له شو اسمه ولا لا، انا بس بقرب، بس بناظر، انا بناظر تخلص المعركة سريع سريع. يا الهي 107 عددنا، وانتد بارتي 13 وهذا 94. يلا عقبال ما يكون معي الجيش اللي بعده يا وحش. اوه ثلاث، الظاهر انها مات او انهم دخلوا خلاص الحرب الاثنين ضده، الله يرحمه. طبعا الكومبانيون يا شباب اللي يكونون معي يصير نفس الشخصية كذا ابدل، مثلا هذه اصير ابدل في دروعها، اروح عند التجار وابدل في دروعها زي شخصيتي بالضبط، وابدل في اسلحتها، ممكن اخذ منها سلاحها اذا عجبني. الكت 47 لا والله مش لهناك. نفس الشيء على الثاني، الشخصية الثانية. الحين لو دخلت على العشيرة شوف الرفقاء 2 من 4، قوات الأجر اليومي 100، إقطاعيات 0 الأخرى. طيب أتوقع لو قدرت أوصل فوق 50 بصير أقدر أنشئ قوة وأخليهم يمشون في حالهم ينجزون لي مهام وكذا. إيه متى ننشئ المملكة؟ يجب أن لا يقلع البلدات أو القلاع التي تملكها عن واحد وفئة العشرة الرابعة. القلاع هذه ظاهر لازم نشارك في جيوش أحد الحلوين العرب، وهذا بنشوفه إن شاء الله في الحلقة الجاية ونشارك معه في حروبه. لما يقول تفضل يا وانتد خذ لك القلعة الفلانية انت وجيشك.
هذا التس ذا ماوس، هذا اكيد الحين تعودوا علي. اوه تطلع لي علامه جنبه وانا ما ادري. اوكي هذا ممكن واحد، الثاني قرب يباله لفه بعد، وهذا كويس لكن ما عندنا دخل. والله موضوع الدخل يا شباب مهم جدا، اني اوصل 10,000 واشتري لي محل يكون دخل ثابت عندي. بالنسبة لشجرة المهارات ودي اطور القيادة، يصير معدل تعلم فيها اكبر، وبعدين بطور في الطب عشان هيلي يرجع اسرع، وهيل تقريبا الحلوين اللي معي. حنا نرجع لابو ماوس، هذا حول المهمة حضرت لك بعض الرجال. البدن مجول هذا واحد، اوكي اكتملت المهمة. I think that's enough. الحمد لله اعطيناه واحد واكتفى. والحين نجي عند التاجر نبيع له كل الشغلات هذه اللي ما نحتاجها اللي مش مثبتها عندي، ونبيع. ما شاء الله تبارك الله، كذا جبنا الشرط ابو 2000. باقي شرط واحد اللي هو تجنيد القوات، راح اجند من المشاه العاديين، باقي لي 7 باخذهم كلهم ليفل 1 حتى ان الاجور تكون رخيصة لاني بنتكب من ناحية الفلوس. وكذا وصلنا، اكتسب وانتد شهرة 25، اسس عشيرتك خلصناه، و2000 دينار عندي تحقيق. باقي هذا، باقي نكلم 10 من النبلاء. هذا الملك حق العرب اللي هو انكد، هذا كلمته وكلمت واحد ثاني، وصراحة مشاوير هذا المشن، فبسوي لكم سكيب عليه، بخلصه ان شاء الله قبل الحلقة الجاية. وهذا السجين يمدينا نحوله، صراحة هذا لا بطيرهم، بس هذا لا عاجبيني بسبب الخيول انها تكون جاهزة معاهم. اوه رادقس وش سوي هنا؟ انت اختبيت، اين اخي؟ ماذا حدث؟ وش جاء؟ صدق او لا تصدق اعني ذلك، كنت ابحث عنك. اهدأ الان ساخبرك بكل شيء. وجدنا اخيك الصغير واختك، لكن شريكي السابق قلتر خانني. جئنا الى معسكره للتفاوض على اطلاق سراح الاطفال، والقى القبض علينا في ذلك الوقت. وهناك اي حثالة، اي ما ادري، حتى في هذه المهنة فان عبور رفاقك مرتين امر مرير. لقد هربت احد رجاله قطع روابطي عندما كان الاخرون نائمون، لكن لا يمكنني السماح لخائن بالعيش، لذلك قررت ان اجدك واعرض عليك الصفقة. اعرف مكان قلتر، اذا وافقت يمكننا الهجوم معا وانقاذ اغربائك، لكن في المقابل سوف يسعدني قتل ذلك اللقيط. اذا ماذا تقول؟ يمكننا ان نثق في بعض. لا يمكنك الوثوق بي، لكنك تحتاجني، واعتقد ان لديك عددا كافيا من الرجال يمكنك بسهولة شق حنجرتي بسرعة كبيرة اذا قدتك الى فخ. ما اتوقع، ولست بحاجة للوثوق بك، فانت وسيلة للانتقام الخاصة بي وليس شريكي. يمكنني التعايش مع ذلك، لنذهب. رائع، لقد لدي بعض الاشياء اللي افعلها. يوجد مخبأ بالقرب من هذه المدينة، قلتر يحتفظ باخوتك هناك، سانضم اليك حيث اقودك بطريق بعيد عن انظارك الشافيهم. جميل، اراك هناك. ثم تذكر، اذا كان هذا فخ فسيكلف ذلك حياتك. انقذ عائلتك، هذا اللوج الجديد. انا استغربت والله قبل شوي دخلت عند اللوجات ما شفت شيء يتحدث. وهذا نهاية حلقتنا يا شباب، دعموني باللايك ونشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلوا على رسول الله.